بسم الله ما شاء الله. هاي بيت الفواكه، هاي أول استقبال عندنا، الله يبارك ما شاء الله. ريحة الورد شايل المكان ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. رويكم مفاجأة إن شاء الله الحين من العيار الثقيل. هذه ما شاء الله، هذه القهوة، هذه شتلة القهوة. طبعا هذه قهوة قطرية 100% مزروعة في المزرعة العالمية. هذا الدليل. خلنا نشوف، مفتوحة عندك أبو محمود؟ شوف القهوة، هذه القهوة، هذه القهوة القطرية مزروعة عندنا في قطر، وهذا انتاجها تبارك الله. وأبشركم خذ منها من انتاجها وتقهوى فيها علي بن أحمد الكعبي، وتعتبر انتاج قطري 100%. شتلة قهوة في جو قطر، وانتجت وطلعت وشرب منها راعيها، الله يبارك له ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله كثافة الانتاج فيها، هذه القهوة الله يبارك. شوفوا شوفوا ما شاء الله، انتاجها غزير وقند راسه راعيها، الله يبارك لك يا ابو احمد. المعلومية يا جماعة، ترى في شتلات حق القهوة موجودة في المشتل، مشتل المزرعة العالمية موجود عندهم شتلات قهوة، اللي حاب يزرع القهوة موجودة الشتلات عندهم متوفرة، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. خوش شيء، شوفوا ما شاء الله. شنصور شنصور شنخلي، الله يبارك. اذكروا الله يا جماعة.